منتخب مصر هيكسب الكونغو 3-1 وهيصعد لدور الثمانية في أمم أفريقيا، ومصطفى محمد هيجيب هدفين وهيبقى أول لاعب يسجل في أول 4 مباريات ورا بعض في أمم أفريقيا، عرفها بتثير الجدل وبتكشف مفاجأة مثيرة. تعالوا نشوف الحكاية. خلاص كلها ساعات وتفصلنا عن مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا. عشاق ومحبي الساحرة المستديرة، خاصة الجمهور المصري، منتظر اللقاء اليوم، واللي بيعد هو اللقاء الأهم في البطولة بعد الإصابات اللي ضربت صفوف الفراعنة. البداية كانت مع الفرعون المصري صلاح قائد المنتخب وليفربول الإنجليزي. الملك المصري اتصاب خلال مباراة غانا بشد في العضلة، وده اللي منعه من المشاركة أمام الرأس الأخضر. كمان الشناوي حارس مرمى المنتخب اللي تعرض لإصابة في مباراة الرأس الأخضر وخضع لعملية في الكتف، وإمام عاشور اللي تعرض لإصابة بالرأس خلال تدريب المنتخب بارتجاج في المخ ودخل المستشفى لمدة 24 ساعة، ولكن بسبب بروتوكول الفيفا إن لاعب في حالة تعرضه لارتجاج في المخ ما يلعبش لمدة 6 أيام. وفي وسط الخوف من الجماهير المصرية وحالة القلق بسبب الغيابات ومستوى المنتخب غير المطمئن، كشفت تقارير سودانية عن توقعات عرافة لمباراة مصر والكونغو. التقارير وضحت إن العرافة قالت إن المباراة هتكون صعبة جدا في البداية على منتخب مصر، والكونغو الديمقراطية هتسيطر على أحداث الشوط الأول، وهيكون في خطر على مرمى الفراعنة، وهتسجل الكونغو هدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. لكن اللي مش هيتوقعه الكل إن في الشوط الثاني هيكون في سيطرة كبيرة من الفراعنة. العرافة كشفت إن مصطفى محمد هيسجل هدفين في الدقايق الأولى من الشوط الثاني، وهيكون في حالة جدل بسبب احتساب ركلة جزاء للمنتخب المصري، وهيسجلها أحمد سيد زيزو وسط احتفالات كبيرة بين اللعيبة والجهاز الفني. هيحصل حالة من المشادات داخل الملعب بسببها، لكن هترجع الأوضاع من تاني. لكن هيكون في إصابة قوية للاعب من المنتخب وهتكون صعبة شوية، ومنتخب مصر هيتأهل لدور الثمانية، ومصطفى محمد هياخد رجل المباراة، وهيكون في حالات اعتراض كتيرة من مسؤول منتخب الكونغو ومطالبة إعادة المباراة، لكن طلبهم هيتم رفضه بشكل نهائي. من ناحية تانية بيستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوتيفوار في تمام الساعة 10 مساء بملعب سان بيدرو. وكان صعد منتخب مصر لهذا الدور الـ16 وبيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط جمعهم من 3 مباريات، وصعد المنتخب الكونغولي كوصيف للمجموعة السادسة برصيد 3 نقاط. وفي حال فوز منتخب مصر في دور الـ16 والصعود لدور الـ8 هيكون نجوم الفراعنة على موعد مع الفائز من مباراة غينيا الاستوائية وغينيا ضمن مباريات دور الـ16. منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بيبحث عن الفوز باللقب الثامن تاريخيا، رغم صعوبة الموقف حاليا وسوء الأداء في دور المجموعات، لكن اللعيبة عندها الثقة الكبيرة إنها تقدر تتجاوز الموقف وتحقق التأهل للدور المقبل. كمان دعم محمد صلاح نجم ليفربول اللي حرص إنه يدعم الفريق قبل عودته إلى إنجلترا. كل الناس بتقول يا رب والأعصاب مشدودة. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني النهارده، وإن شاء الله نكسب الكونغو الديمقراطية ونصعد لدور الـ8.